هذا الأنبوب هو نجم الشاشات ونجم الأخبار هذه الأيام، نورد ستريم 1 أو التيار الشمالي. هو ناقل الغاز الأساسي من روسيا وشريان حياة أوروبا حقيقة منذ عام 2011. هو أطول أنبوب غاز تحت البحر في العالم، عبارة عن خطي أنابيب متوازيين يمتدان لمسافة 1224 كيلومتراً تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سان بيترسبورغ إلى شمال شرق ألمانيا. متى افتتح؟ عام 2011. هو ينقل الغاز بطاقة 55 مليار متر مكعب سنوياً. اعتبر المشروع مثالا يحتذى للشراكة الاقتصادية بين روسيا وأوروبا، طبعا مع الاعتماد الكبير لدول مثل ألمانيا وإيطاليا على الغاز الطبيعي الروسي المنخفض الكلفة. لكن كل شيء تبدل مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير من العام هذا. المشروع كان دائما محط انتقادات واسعة من بعض دول أوروبا مثل بولندا وأوكرانيا تحديدا، حيث اعتبرته تلك الدول ورقة ضغط قوية بيد الرئيس الروسي في مجال أمن الطاقة الأوروبي. بالفعل فلاديمير بوتين استخدم نورد ستريم 1 كورقة سياسية لمواجهة هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليه الغرب. الأمر وصل ذروته مع إعلان مجموعة السبع فرض سقف على سعر النفط الروسي، فكان إجراء موسكو المقابل إيقاف توريد الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 نهائيا وحتى إشعار آخر.